الدراسة كان فيها مشاكل كتير، وبعد كده لما بتول بيت وصلت المرحلة ان خلاص المفروض اقدم في اولى، دي كانت معاناة تاني. ان انا طبعا مش اي مدرسة هتقبل بتول، لازم بتول اعمل لها دمج علشان ينزل لها ورقة امتحان معينة غير اي حد طبعا موجود. طبعا كل ما بقدم في مدرسة كانوا بيرفضوا، احنا ما عندناش دمج، وهم عندهم دمج. كل المدارس الحكومية المفروض ان فيها دمج، ده اساسي. هم مجرد ما كانوا بيشوفوا بتول معايا كانوا بيرفضوا الكلام ده. انا كنت عايزه اثبت الورق بتاع بتول، انا عارفه ان بتول مش هتقدر تاخد مرحله في المدارس دي ولا هتاخد حقها، لاني ولا في فصل ولا في مدرس ليهم، بس انا عايزه اسجلها، لازم اسجلها. خدت معاناه جامده جدا 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 لغايه ما وصلت المدرسه، هي بعيده عني بس قلت مش مشكله، الوحيده اللي خدت الدوسيه بتاعها. قدمت في المدرسه ديت وابتديت ان انا اروح على الامتحانات بس، لكن ان انا اوديها مفيش ورا فصل ليها. طبعا ده غير ان بتول بالنسبه لهم بيتبص لها بصه تاني، في حد بيتقبل الموضوع وفي حد مش بيتقبله، بس لازم اقدم لها ولازم اثبت لها ان هي في مدرسه زي اي طفل.